يا استاذ احمد تكرما، وهنتقل لضيفي على الخط الاخر من الهاتف الدكتور صلاح حسب الله النائب المحترم وعضو ائتلاف دعم مصر. مساء الخير يا دكتور صلاح. مساء الخير يا استاذ تامر، تحياتي ليك وللزميل العزيز احمد شريف. تحياتي ليك يا دكتور. والبرلمان الان من قبل واحد من اهم تكتلاته 25-30 ادارته متهمه بانتهاك الدستور واللائحه. لا هو خليني بس بدايه من اهم تكتلاته دي، لا هو البرلمان اولا ده حتى وفقا لتوصيف لائحه المجلس انه توجد ائتلافات وتوجد كتل برلمانيه حزبيه، يعني 25-30 وان كان يعني نحن سعداء بأداء وسعداء بوجودها طبعا، أيوة، ككتله تعبر عن اتجاه سياسي معين، أيوة، انما لا يوجد رسميا كتله ولا لا يوجد حتى رسميا لا تستطيع ان تخاطب مكتب سياسي او مسؤول او كذا او مقر. انت قصدك يا دكتور، قصدك يا دكتور رئيس المجلس، ثانيه واحده، انت قصدك ان هم مش كيان اصلا متاح لهذه الكتله يا دكتور المصرية. دكتور ايوه كلام حضرتك، أيوة. كلام حضرتك ده معناه ان هم مش كيان اصلا؟ لا، وفقا للائحه اللي اعلمها الاستاذ احمد الشرقاوي هم كيان بصفه وديه، انما لائحيا لو بنتكلم على لائحه ودستور بيذكرهم الاستاذ احمد، لو لائحه ودستور لائحه ودستور لا يوجد تكتل. ايه رحت فين يا دكتور؟ مشكلة الائتلافات ويعلم ذلك زميلي النائب. طيب هو النقطه دي هيرد، خلينا في المذكره. اعود يا اساله. سامعك يا دكتور، اتفضل. استاذ سامر، اهو بس للمساله بتاعت الحديث عن انتهاك لائحه وانتهاك دستور. اولا على فكره يعني احمد الشرقاوي من الزملاء الاقرب، اقرب النواب ليا والى قلبي يعني، وهو صديق عزيز. تمام. انما هذا ليس يعني 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 مرتبط بوجهه نظر سياسيه اللي هقولها حالا. خلينا نقول بس ان انا اتمنى من النواب ان هم يفرقوا ما بين حضورهم داخل المجلس وحضورهم في مؤتمر سياسي او مؤتمر شعبي. المجلس الحضور داخله والاداء داخله بيحكمه لائحه. وليس بيحكمه ود وطلب كلمه والاصرار على طلب الكلمه وطلب الكلمه احيانا بطريقه تتجاوز اصول اللائحه وتنص على اللائحه على على على, على تطبيق جزاء على طلب الكلمه بهذه الطريقه اللي بيطلبها عدد من اعضاء التكتل. تكتل 25-30 يعني لو افترضنا ان هو التكتل موجود بنتعامل معه معنويا. انما خليني بس اقول ان ما ينفعش يبقى اداء المجلس بيفسر بيتم تفصيله على هوا كل واحد، يعني كل واحد عايز يتكلم يبقى خلاص، لم يعطى الكلمه يبقى خلاص هذه الجلسه اديرت بشكل غير ديمقراطي. رئيس المجلس يطبق يا استاذ سامر قولا واحدا اللائحه بكل حذافيرها، انما احيانا حينما يتجه رئيس المجلس لاحداث نوع من الموائمه والحديث مثلا في موضوع معين رغم ان اللائحه تنص على الاتجاه مباشره للتصويت فيه، يعتقد البعض انه خلاص اصبح عرفا برلمانيا وان لازم يلتزم به في كل المواضيع وفي كل القوانين. هناك فرق ما بين احاديث او اداء احتوائي من رئيس المجلس في بعض الاوقات وبعض الاوقات اللي تتطلب منه تطبيق اللائحه بشكل صريح وبشكل حازم، وده ما يزعلنيش ولا ده انا شخصيا ساعات كتير. طيب. من المرات. طيب خليك معايا ثانيه. طيب لا لحظه على الكلمه وما بزعلش وما بقولش. طيب خليك معايا يا دكتور صلاح حسب الله بعد اذنك ثانيه واحده، لانك قلت كلام يستحق الرد وكلام مهم الحقيقه. هرجع لصديقنا النائب احمد الشرقاوي. احمد بيه حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك. طيب دلوقتي الدكتور صلاح حسب الله قال لك اولا انت صديق عزيز ومقرب الى قلبي، بس قال لك بعد كده انتوا مش تكتل اساسا. لا مش تكتل، ده هو الدكتور صلاح حسب الله صديقي العزيز. ايوه. اخطا حينما قال انه ليس تكتلا. انا معاه ان هو يقول ان احنا مش ائتلاف، عشان كده احنا بنقول احنا تكتل برلماني من عدد من النواب. ولم نقل باننا ائتلاف رسمي تحت قبه. ايوه هو بيقول لك ان احنا قابلينكم كده بصفه وديه، يعني حاجه بلدي كده بيننا وبين بعض. ما انا هقول لحضرتك، انا شايف ان اللي باقي يقول ان احنا مش نواب اصلا. يعني هو كان فاضل تكه ويعملها. تعليقي الاولاني اللي انا قلته مع حضرتك قبل مداخله الدكتور صلاح، هي ان احنا مش عايزين ناخد الموضوع لخانه ان احنا مقهورين تحت القبه لو نقطه الكلمه فقط. صح. ده جانب من الموضوع. ولكن ليس كل الموضوع. حضرتك انا بدعو زميلي وصديقي الدكتور صلاح حسب الله لقراءة المذكرة اللي فيها على سبيل المثال 10 ملاحظات بمخالفات دستورية ولائحية. أيوة. ونرصد ونسجل وسنرصد في المستقبل ونسجل كل ملاحظة.
انا عايز اقول حاجه ثانيه. ايوه عايز اقول كمان ان الدستور المصري لما بينتهك واللائحه لما بتخالف الامر ما بيمرش بمرور الجلسه. الامر ده بيسجل في مضابط وبتعلق عليه المحكمه الدستوريه العليا حين يعرض امامها اي قانون اصابه عوار دستوري. أيه. ولنا في ذلك مثال واضح باول عمر المجلس. باول عمر المجلس أيه. اتكلمنا في التصويت الثلثين على قانون الطعن على عقود الدوله اللي هو قانون 32. أيه. وقلنا احنا تكتل 25-30 وقام خالد يوسف واثبت ده في مضابط الجلسه واحمد طنطاوي داوود وقالوا ان لابد من اخذ راي اخذ الراي بالثلثين اعضاء المجلس في هذا القانون. التفت عن هذا الطلب بالمخالفه للدستور تمام. هيئه مفوضي المحكمه الدستوريه العليا اصدرت تقرير بالطعن على هذا القانون واستشهدت النائب خالد يوسف الذي قرر بالجلسه ان هذا الاجراء غير دستوري تمام. وقالت وانتهت في تقريرها الى عدم دستوريه هذا القانون. احنا ما بنتكلمش عبثا مفهوم ولا بنقول طيب ملاحظات. خليك معايا يا استاذ احمد ثانيه واحده هروح اجي لك حالا ما تاخرش مش هتاخر عليك يا دكتور صلاح. ايوه استاذ التحيه. قال لك كويس قوي 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 ان انت معتبرنا نواب بقى كتر خيرك. لا ده حقيقه على فكره مش نواب ونواب افاضل ونواب منتخبين وكل حاجه. انا بتكلم لائحيا لا يوجد وفقا للائحه اللي بيتكلم عنها الاستاذ احمد. هو بيتكلم الراجل عن انتاج لائحه ودستور. انا عايز اقول لك حاجه. طب هو بس يا دكتور صلاح هنا بيقول لك ثانيه واحده يا دكتور صلاح اسمه 25 تمام. هو دلوقتي بيقول لك ان قصتنا مش ان احنا تكتل ولا كتله مقهوره ولا نواب مقهورين. القصه مش ابعد من كده ولا فكره ان احنا بنطلب الكلمه وما بناخدهاش مش كده. بيتكلم على مواقف واحداث وقعت خالفتم فيها يا اما نص لائحه يا اما مبدا دستوري. استاذ سامي احنا في مره كده في جلسه احد الجلسات في اللجنه التشريعيه اما احد اعضاء مش عضو في التكاتل وعضو قريب من التكاتل ومن نفس الاتجاه السياسي يعني. فقام اتكلم عن مخالفه ماده كذا كذا لعرض مشروع قانون وحاجات زي كده. فقام تحدث فحينما شرحت له الماده سكت. عارف يعني ايه؟ ما كانش يعني عارف الماده يعني. احيانا يتحدث دون ان يقرا نص الماده. مش انا ما بتكلمش عن تكتل 25-30 قصدك ايه يعني يا دكتور؟ البعض محتاج ان هو يعني يدقق ويعيد قراءه اللائحه عشان يبقى عارف اللائحه دوت هو دستوره داخل واللي بيحكم طريقه اداؤه داخل المجلس. البعض ده اللي هو مين يعني يا دكتور؟ نعم البعض ده نعم. اللي هو مين؟ بعض من اعضاء المجلس وبعض من اعضاء تكتل 25-30. ربنا يكرمك. طيب سؤالي الاخير. بقول لك الامانه طيب تمام سؤالي يعني الاخير لحضرتك عشان ما اطولش عليك. قراءة اللائحة مفهوم مش بالهوى السياسي مفهوم. قراءة اللائحة لازم تبقى مجردة قانونيا.